معنا اتصال من عرعر الأخ حمود. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مساكم الله بالخير يا شيخ. مساك الله بالخير. أولا نحمد الله على سلامة خادم الحرمين الشريفين، نتمنى أن يديم الله عليه نعمة الصحة والعافية. آمين. ونحن نحمد الله على ذلك ونسأله أن يزيده من الصحة والعافية وطول العمر على خير. آمين. يا رب. تفضل أحمود. سؤال يا فضيلة الشيخ، أريد توجيه نصيحة لبعض أئمة المساجد هداهم الله. يوجد كثيرا أو بعض من أئمة المساجد غير محافظين على الصلوات، يوجد تقصير كبير يعني بالحفاظ على الصلاة، وهم يعتبرون قدوة لجماعة المسجد. شكرا يا حمود. يا أخي هذه أمانة حملهم الله إياها، إما أن يقوموا بها على الوجه المطلوب ويأموا المصلين ويرفقوا بهم ولا يتأخروا عنهم، وإما أن يتركوا الإمامة لغيرهم. فلا يجوز له أن يستثمر المسجد، يأخذ راتبه ويسكن في بيته ولا يقوم بالواجب، هذا حرام عليهم. فعليهم أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بالأمانة التي تحملوها. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرض له مرض أو عذر يقتضي تخلفه عن صلاة بالناس فإنه يأمر من يصلي بالناس، يقول مروا أبا بكر فليصلي بالناس ولا يترك الناس. فالإمام إذا عرض له عذر فإنه يوكل من يقوم عنه بالإمامة ممن هو ثقة ومحل الثقة، ولا يترك الناس هكذا يأخذ راتب المسجد ويسكن في بيته ويترك الواجب عليه، هذا حرام عليه. ولا يجوز لجماعة المسجد أن يسكتوا عنه، بل عليهم أن يناصحوه فإن اعتدل، وإلا بلغوا عنه الجهة المسؤولة عن المساجد لتستبدله بغيره. نعم.